أهلاً وسهلاً. طبعاً هذا الفيديو هو للإجابة على الأسئلة اللي وصلتنا على إنستغرام عن رحلتي إلى سريلانكا. أول سؤال كان جاني عن هل هي غالية ولا رخيصة. طبعاً سريلانكا هي جزيرة موجودة في المحيط الهندي. بالنسبة يعني إذا حابين تقارنوها بالمالديف، إندونيسيا أو ماليزيا أو غيرها، فهي أرخص سواء من ناحية المواصلات طائرة أو غيرها، أو بالنسبة للحياة المعيشية أو الأكل وغيره، حتى الفنادق. طبعا السؤال كان أنه هل ممكن أنه أجمع لها فلوس بعد تخرجي وممكن أسافر؟ نعم ممكن، ممكن جدا، وهي تعتبر من أرخص الخيارات اللي موجودة في آسيا. السؤال اللي جاني عن الطقس، هل هو حار أم بارد أم معتدل، وهل هناك رطوبة ولا لا؟ الطقس هو تروبيك، فهو معظم الوقت حار، يعني معتدل، في حدود الثلاثينات في وقت الشمس. حاليا الجو جميل تحت الظل طبعا، لكن عند الشمس حر، ممكن الواحد يكسب لون بسرعة بالنسبة للناس اللي يحبوا يعملوا تانينج. الأمطار غير متوقعة، هي المفروض انه هذه الفترة اللي هي بين ديسمبر إلى أبريل هي أفضل وقت في المنطقة الغربية، أتوقع الساوث، يعني الجنوب الغربي من سريلانكا، يعني الجو أفضل فيه في هالفترة من ديسمبر لأبريل. لكن أنا في الفترة اللي جيت فيها حتى الناس اللي السكان سريلانكا كانوا مستغربين إنه كان هناك أمطار في الأسبوع اللي أنا جيت فيه تقريبا يوميا، بتفاوت طبعا الكميات. أول يومين تقريبا كان في أمطار وكان في رعد وبرق وغيره، لكنه خف. مثلا بالأمس كان المطر شوي فقط، أما الجو كان رائع. اليوم شوية حر، اليوم رطوبة أكثر، اللي هو آخر يوم عندي. ننتقل إلى المواصلات، بما أنه القطار مر، كل أنواع المواصلات متوفرة في سريلانكا أنت وميزانيتك. الوسيلة الأكثر استخداما هنا يعني بالنسبة للناس العامة هي القطار والتوك توك، والباص أيضا الحافلة. ثمن الطائرة أتوقع أنه هو رخيص بالنسبة للقطرية، مثلا من أرخص التيكتس اللي موجودة بالنسبة مقارنة بالدول الأخرى. بالنسبة للدول الثانية كان السؤال عن ثمن التيكت الطائرة من المغرب أو الجزائر إلى هنا، ما أعرف صراحة، لكن أعتقد راح تمر بإسكال أو بترانزيت في مكان ما، وهي أفضل طريقة صراحة إنه تاخذ إذا حاب يعني تحافظ شوية على فلوسك إنه تعمل ترانزيت في مكان ما. بالنسبة للمواصلات داخل البلاد كما قلت لكم هناك عدة مواصلات من بينها القطار، التوك توك وغيره. الصراحة لضيق الوقت أنا لم أستخدم هذه المواصلات. رحلة من كالوترا جاية تحت كولومبو إلى كاندي استغرقت 3 ساعات تقريبا، 3 ساعات ونصف تقريبا، بالتالي بالسيارة طبعا، سيارة خاصة. فاللي عنده وقت ضيق يفضل انه ياخذ سيارة خاصة، ما مش غالية جدا، يعني سعر مقبول. وطبعا هناك يعني عدة شركات سياحية توفر سيارات خاصة. اما اللي عنده وقت يعني مثلا عنده مدة يعني بقائه في سريلانكا اسبوعين او اكثر، ممكن الواحد يستخدم القطار ويجربه، لانه المناظر التي يمكن الواحد يراها من القطار رائعة جدا، اوكي، والناس ينصحون بذلك. فالواحد اساسا جميل انه يجرب اشياء جديدة، يعيش الاجواء اللي يعيشوا فيها أهل البلد. أما بالنسبة للتوك توك فهي للمسافات القصيرة داخل المدن على ما أظن، نعم على ما حسب ما أعلم يعني. وطبعا هناك أيضا الحافلات اللي تنتقل من مدينة إلى مدينة أخرى. لماذا سافرت إلى سريلانكا وحدك؟ هذه ليست أول مرة أسافر لوحدي، لكن هي أول مرة أجرب فيها بلد جديد لوحدي. صراحة تجربة رائعة. أنا في هذه التجربة جربت كثير من الأشياء لأول مرة، ركوب الفيل، أيضا جيت سكي في المحيط الهندي، كثير أشياء جربتها لأول مرة، فواكه حتى أكلتها لأول مرة وهكذا. المهم
كثير ناس قالوا لي انه لا ما تعمليها، شو انتي وبنت لحالك وما ادري ايش، لكن ما حبيت اجربها صراحه رغم كل شيء قالوا لي اياه. والحمد لله يعني اخذت احتياطاتي، شفت ايش المخاطر اللي موجوده، كيف ممكن اتفاداها، الحمد لله كانت رائعه. والواحد لما يسافر لوحده غير عن لما يسافر مع اصحابه او مع اهله او غير، فتجربة كانت جيدة وانصح بها طبعا باخذ الاحتياط دائما. ما هي المدن التي تنصحين بزيارتها في سريلانكا وكيف الجو؟ الجو طبعا جاوبت عليه، لكن بالنسبة للمدن التي انصح بزيارتها، سريلانكا رغم انه كل الناس يقولوا انه هي صغيرة، لكن اعتقد انه فيها ما يكتشف ويزار جدا، فالواحد اساسا لازم يقسم اجازته او انه يضطر انه يشوف مناطق شويه باش يقدر يغطي عده مناطق، يعني بفترات قليله في عده مناطق. انا قررت نقف في كالوترا لانها اقرب الى كولومبو، وممكن حتى اننا نوصل الى كاندي، وهذا ما عملته. رحت وكل الفتره اخترت اني ابقى في مكان واحد لانها تجربه جديده للسفر لوحدي، فلدواعي الأمان قررت نبقى في مكان واحد ونرجع له دائما، لكن ممكن في المرات الجاية نغير هذا الموضوع. كان ممكن أن نبقى مثلا ليلتين في كالوترا، بعدين ليلتين في كاندي، وبعدها أنتقل إلى نوارا إيليا، ويا لو كان عندي خطة كبيرة جدا، لكن لضيق الوقت والمسافات اللي ممكن أقطعها قررت أنه نبقى في مكان واحد ونزور أماكن قليلة جدا، سواء يعني انت رايح عشان ترتاح يعني فقط للاستجمام او للاكتشاف والتجارب الجديدة، طبعا حسب ما تحط انت هدف ديالك. وبعد ممكن انك تقرر مثلا تمشي الى كالوترا، منطقة جميلة، بنتوتا اجمل بكثير صراحة، بنتوتا وشواطئها. كاندي ينصح بزيارتها، كاندي فيها حقول ومصانع الشاي، منطقة بيناولا، وبيناولا مشهورة بالالفنت والفيلة، وفيها الالفنت اورفنج، وفيه يعني تقريبا نحو 40 او 50 الفنت، وفي في الفنت سفاري اللي ممكن الواحد يركب فيه على فيل ويغسل الفيل وغيره ويأكل فيل. طبعا في الاورفنج هذا غير مسموح، لكن في البيناولا سفاري ممكن. طبعا هذا كله موجود في الفلوج وممكن الواحد يشوفه وتعرفوا معلومات اكثر عن الموضوع. نوارا ايليا مشهورة ايضا بالشاي، ومشهورة بالمناظر الطبيعية الخلابة، مشهورة ايضا بالشلالات اللي موجودة فيها والغابات والجبال وغيره. في ايضا منطقة اسمها إلا، وإلا يعني بالسريلانكي يعني شلال، وهي مشهورة بالشلالات اللي موجودة فيها. هي موجودة جنوب سريلانكا، وتحت إلا في يالا ناشونال بارك، وهي عبارة عن سفاري للحيوانات مشهور جدا ورائع، مثل السفاريات اللي موجودة في إفريقيا. صراحة الحيوانات اللي موجودة في سريلانكا ممكن تغطي حيوانات العالم كله، ما شاء الله فيها كمية حياة طبيعية، كتحس إنه مازال جديدة يعني البلاد، مازال فيها حياة برية وحياة بحرية واضحة جدا. منطقة تانغال وغول أيضا الشواطئ فيها رائعة، وميريسا، وفي منطقة ميريسا ممكن الواحد يجرب تجربة رؤية الحوت الأزرق والحيتان عموما. هذه بالنسبة للمناطق اللي أنا بحثت عنها واللي شفتها موجودة كلها إذا لاحظتوا في الجنوب أو في نصف سريلانكا. في مناطق فوق في الشمال هذه عالم آخر أيضا، فأنا قلت لكم سريلانكا محتاجة وقت فعليا، أو أنه الواحد يختار مناطق معي يقول أنا عمشي هذه ويخطط رحلته على هذا الأساس، والأفضل حل صراحة يعني أكثر حل عملي أنه يحط ليلتين في المكان الفلاني بعدين ينتقل في المكان الفلاني، وهذا محتاج تخطيط مسبق جيد جدا. هل أنا ركبت في إليفنت؟ نعم ركبت في إليفنت مثل ما راح تشوفوا في الفيديوز في الفلوج. مش عارفة علاش يعني ما كنتش حاطة ديك الخوف الكبير، لكن المدرب الإليفنت كان خايف عليا أو مش عارف. المهم التجربة رائعة جدا، وكانت هذه من الأشياء اللي أول مرة أعملها. بالنسبة لديانا، ديانة
ديانة سريلانكا هم عندهم ثلاث ديانات أو ثلاث ديانات نعم. الأولى هي البوذية والثانية هي الإسلام والثالثة هي المسيحية. أنا أكثر ناس شفتهم هم البوذيين أولا وتعاملت معهم يعني، وثانيا المسلمين، لكن إلى الآن ما شفتش واحد مسيحي الصراحة، لكن موجود المسيحية وموجود الكنائس موجودة هنا. من الميزات السياحية في سريلانكا إنه هي جامعة في عدة أشياء، اللي يبحث عن الاستجمام والراحة موجود، اللي يبحث عن المغامرات موجودة في السفاريز وفي مغامرات بحرية وغيرها، اللي يبحث على الطبيعة موجودة، اللي يبحث على البحار موجودة، اللي يبحث على الأكل أكلهم رائع. الأكل السريلانكي هو أكل آسيوي طبعا، قريب للأكل الهندي، قريب للأكل التايلاندي أيضا قليلا. اللي يبحث على الفواكه، أخ فواكه فواكه رائعة. اللي يبحث على الهدوء أيضا بالنسبة اللي يبحثون عن وجهة لشهر العسل، فهي بصراحة وجهة شهر عسل رائعة جدا جدا جدا. وشفت كتير كابلز، وخاصة الكابلز اللي كبار في السن، يا الله ما أحلاهم. لا تنسي تميلي على جزر المالديفز، صراحة هي فكرة رائعة إنه الواحد ممكن يخليها كستوب هي سريلانكا، يعني ما يخليش إجازته كاملة في سريلانكا، ممكن لأنه حتى ثمن التذاكر قد يكون أرخص في حال كان حاب يمشي للمالديفز، ممكن يعمل ستوب باي في سريلانكا يبقى فيها كم يوم وبعدين ينتقل يروح للمالديفز أو تايلاند أو سنغافورة أو غيره يعني من الدول الآسيوية. ديري بالك من الحرمية في كولومبو. أنا أعتقد أن الحرمية موجودين في كل مكان مش في كولومبو فقط، لكن الواحد يأخذ احتياطه يعني ما يثقش في كل شيء. طبعا اوكي مزبط الحشرات بس عشان اقول لكم. ما يثقش في كل الناس، ينتبه حوله، مش فقط في سريلانكا، في كل مكان هو حابب يمشي له الصراحه، حتى في اوروبا او امريكا وغيره. حتى بالنسبه للعمله المستخدمه هنا هي الروبيه، روبية سريلانكية. 1000 روبية هي 5.5 دولارات تقريبا، هذه هي عملتهم. طبعا كي تعملوا أيضا بالدولار، لكن فقط في الأماكن السياحية، وعندهم في الأماكن اللي فيها أكتيفيتيز والمحلات وهكذا ممكن الواحد يستخدم البطاقة الائتمانية أو غيرها للدفع. أوكي، كانت هذه معظم الأسئلة اللي كانت وصلتني، أتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا على متابعتكم، وانتظروا ان شاء الله الفلوج قريبا غادي ينزلوه على قناتي في يوتيوب، والى اللقاء.